يا لكن رب. برضو امبارح شفنا او يوم المباراه تحديدا شفنا بعض المشاهد او سمعنا بعض الاخبار اللي هي برضو خلي بال حضراتكم احنا بنفوز لكن لا نتمنى اي اذى اي ضرر لاي حد في طبعا. الفريق المنافس. يعني طبعا امبارح كان في خبر مؤكد بتقديم استقاله طبعا كابتن نبيل معلول مدير الفني للترجي. وعلى بالمناسبه خليني اقول لحضراتكم على حاجه، كابتن نبيل معلول من المدربين يا كريم لا اللي ليهم قيمه كبيره والتقال جدا والاذكياء جدا طبعا. واللي بيلعبوا بشكل محترف جدا. يعني هو نجح خليني اقول لحضراتكم فعلا في تقديم عرض قوي برضو امام النادي الاهلي يوم الجمعه، لا كان في لعب كويس جدا، لكن طبعا هي فنيات وهي تفاصيل احنا ما نقدرش ان احنا نقول راينا فيها، لكن خلاص كابتن نبيل معلول طبعا هو اللي قرر ان هو يستقيل من اداره نادي الترجي. و واعتقد في ناس مقسومه، في ناس ضد وفي ناس مع، في ناس تقول لك لا ما انت سبب الخساره، في ناس تقول لك المدير الفني ملوش علاقه بخساره مباراه، يعني الراجل مقدم موسم لطيف، الراجل مقدم موسم قوي، لكن ده اللي حصل. الصوره برده اللي انتشرت وهو حزين بعد المباراه يعني ما كانتش افضل حاجه الصراحه طبعا. ناس كتيره تاثرت، ناس كتيره تعاطفت معاه حتى من مصر، خليني اقول لحضراتكم الصوره بهذا الشكل يعني. لكن على كل حال هو راجل له قيمه كبيره، هو صحيح. مدير فني له قيمه كبيره، هو كان كمان نشر كده يعني زي على صفحته الرسميه على فيسبوك يعني نشر كده ستاتس تقريبا احزنت برضو البعض. هو قال تفهم حزن وخيبه يعني الترجيين من هذه الخساره الصعبه واعتذر لكافه الجماهير عن عدم تمكننا من ادخال الفرحه ليله امس في قلوب جماهيرنا العريقه. وقال في الفتره الاخيره لم تكن المهمه سهله بالنسبه لي ولبقيه الاطار الفني لاعبين كمان ايضا لعده اسباب يطول شرحها في الظرف الحالي، لكنني حاولت بكل ما في وسعي من ايجاد الحلول المناسبه وتجاوز الصعوبات وتحقيق افضل ما يمكن من النتائج. فبص هقول لك على حاجه، برضو البعض ممكن يرى الاستقالة دي بمثابة اعتراف بالخطأ واحترام للذات، يعني في ناس ممكن ما تبقاش هي السبب 100% في المشكلة، لكن في ناس بيبقى عندها عزة النفس اللي هو طالما أنا جزء كبير في المشكلة أنا هنسحب، يبقى أنا مش على قدر المسؤولية. ده شيء يحترم، لكن تاني يحترم بس برضو كابتن نبيل معلول مش مفروض يكون بيفكر بهذا الشكل، لأنه هو له تاريخ كبير. يعني هذا الرجل مش مثلا بالصدفة كان مدرب حصلت النتيجة مش حلوة فبينسحب، أنا أعتقد أن في أسباب أخرى كريم ربما هو لمح ليها في الستاتس بتاعته اللي أنا كنت بقراها لحضراتكم دلوقتي. لكن على كل حال بنحترم قراره، لكن نتمنى ليه أكيد الأفضل، نتمنى للترجي كمان الأفضل، نتمنى أنهم يكونوا على يعني المستوى الأفضل كمان، لأن طبعا فكرة تغيير مدير فني ومباراة قادمة يعني طبعا. فترة بتبقى كريتيكال جدا، نتمنى التوفيق وعايزين نشوف برضو مباراة فيها تنافسية شديدة. الحقيقة كل التحية والتقدير والاحترام لكابتن نبيل معلول، طبعا اسم كبير في دنيا التدريب، وعلى فكرة هو من الناس المحبة للنادي الأهلي ودايما كان بيصرح بمحبته واحترامه وتقديره الكبير للنادي الاهلي والجماهير النادي الاهلي. وبالمناسبه الصوره الحزينه اللي كلنا شفناها واللي كان في نهايتها كده في كابتن سيد عبد الحفيظ كان توجه وراح قعد جنبه وكلم معاه على سبيل المواساه، روح طبيعيه يعني طبيعي جدا ان هي تكون موجوده ما بين الكيانين دول الاهلي والترجي، وما بين حتى على الصعيد الشخصي والانساني احنا بنتكلم على انسان محترم جدا كل الناس بتكن له كل التقدير والاحترام. وبالمناسبه بعد الصوره دي اللي كلنا شفناه فيها وهو قاعد حزين وحيدا تماما في هذه الصوره، كتير جدا من جماهير النادي الاهلي كتبت له باللفظ كده ارفع راسك، يعني الناس بتحبك وبتقدرك وبتحترمك. والتفصيل اللي بتتكلم فيها نواند يعني خلت فعلا الناس تتقسم نصين. ليه؟ لان احنا عموما في عالمنا العربي بغض النظر عن مدى يعني صحه الخطوه اللي هو خدها كابتن معلول، لكن احنا ما عندناش ثقافه الاستقاله، احنا اتعودنا لزمان يعني لازمنه طويله لفترات زمنيه طويله. ممكن يبقى في ناس، انا هنا مش بتكلم على شخص بعينه وحتى مش بتكلم على الرياضه بصفه خاصه، بتكلم بشكل عام ان اي شخص في موضع مسؤوليه ياما كانت ناس موجوده في اماكن مسؤوليه وكانت خاربه الدنيا بالمعنى الحرفي والناس فاضلها شويه وتقطع شرايينها، يعني كفايه بقى كده. والناس دي ما عندهاش مجرد فكره ثقافه الاستقاله، فهو راجل محترم وعنده احساس عالي جدا من المسؤوليه، اكيد ليه مننا كل التقدير والاحترام.